أهلا بكم في هذا المشهد. ربما انطباعات إيجابية أو بعض هذه الانطباعات الإيجابية خرجت بها زيارة وزير الخارجية نبيل فهمي إلى موسكو التي استمرت يومين وسط تعويلات بأن تكتسب العلاقات المصرية الروسية أفاقا أرحب وأن تتغلب الدولتان على بعض الرؤى قد تكون المتباينة خاصة تجاه الملف السوري واتجاه تحميل النظام السوري ما يجري من ممارسات بالإضافة إلى استخدام الأسلحة الكيميائية وما أثير من جدل حول هذا الموضوع. ما نتوقف عنده على وجه الخصوص هو ما صدر على لسان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن روسيا تدعم الاستقرار في مصر وأن هذا الاستقرار هو انعكاس أو أنه يعكس الاستقرار في المنطقة وأيضا يعكس ما سوف تكون عليه كذلك المصالح الروسية خاصة في مصر وفي الدول المجاورة. نقترب بشكل أكبر من هذه القضية وأبعاد هذه العلاقات المصرية الروسية على ضوء هذه الزيارة من قبل وزير الخارجية المصري ومحادثاته ولقاءاته مع نظيره الروسي سيرجي لافروف. أرحب بضيفي في هذه الحلقة من المشهد بسعادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بحضرتك. مساء الخير يا فندم. أهلا. مساء الخير. أصداء هذه الزيارة وما يرتقب ربما لما سوف تكون عليه العلاقات المصرية الروسية في المستقبل القريب على ضوء هذه الزيارة نظرة سريعة من خلال التقرير التالي ونعود لقراءة أوفى وأكثر تحليلية من خلال مشهدنا اليوم على شاشة النيل للأخبار. زيارة هامة قام بها وزير الخارجية نبيل فهمي إلى موسكو استمرت يومين أجرى خلالها مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وسكرتير عام المجلس الأمن القومي الروسي كولاي باترشيف. وأكد فهمي أنه خرج من زيارته لروسيا بانطباعات إيجابية للغاية فيما يخص تصورهم للوضع المصري وضرورة تطوير العلاقات الثنائية بين موسكو والقاهرة مضيفا أن هناك استعداد لبدء الإعداد الجيد لتعاون مثمر بين البلدين. وأشار فهمي إلى أنه سيتم تدعيم التعاون في مجال الاستثمار والبنية الأساسية ومجال التكنولوجيا الروسية والتعاون الثقافي. وقال فهمي إن روسيا منذ 25 من يناير عام 2011 وليس منذ 30 من يونيو تترقب الأوضاع في مصر بدقة ولم يحدث تطور ملموس في العلاقات وإنما كانت هناك اقتراحات عديدة من الجانب المصري فيما يتعلق بالقمح والقروض أو بمشروعات استمع إليها الجانب الروسي ولم يرد بمواقف محددة. وأكد فهمي أنه الآن وفي المقابل هناك موقف رسمي روسي واضح يدعم الاستقرار في مصر ويدعم تطلعات الشعب المصري ويريد أن يتحرك بشكل ملموس ومنهجي. من جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن مصر دولة محورية وأن استقرار مصر وتحقيق تطلعات الشعب المصري ينعكس تلقائيا على استقرار المنطقة ككل ومن ثم على المصالح الروسية. وفيما يتعلق بالنظرة الروسية لأوضاع العالم العربي قال وزير الخارجية نبيل فهمي إن الربيع العربي بالنسبة لروسيا يشكل تغييرا غير واضح المعالم وقد ينتهي إلى نتائج إيجابية ويتعاملون معه ولكنهم لا يستعجلون النتائج. وأضاف قائلا أنه حتى الآن فإن الربيع العربي والتطورات العربية لم تصل إلى الهدف المنشود منها وبالتالي فليس غريبا أن يظل الجانب الروسي في حال ترقب للموقف. تحتاج متابعة من المصريين أولا. أهلا بكم جديد. ما مدى إمكانية أن تصدق التوقعات أو التطلعات لتقارب في القريب بين الجانبين المصري والروسي على ضوء هذه الزيارة وتأثرا بالمعطيات ربما الجديدة على الساحة؟ هل يمكن لروسيا أن تلعب دورا بديلا عن الولايات المتحدة على سبيل المثال؟ ما الذي يغلب؟ هل المصالح المشتركة بين البلدين ذات الأبعاد المختلفة وأبرزها الاقتصادية أم هذا التباين في وجهات النظر أو في بعض وجهات النظر السياسية على الأقل حيال ما يجري في سوريا أو المواطن تساؤلاتنا التي سوف نوجهها إلى ضيفنا الكريم مساعد السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق نجدد له التحية. أهلا بحضرتك. شكرا. أهلا. مساء الخير. رأي حضرتك إيه سعاد السفير؟ يعني هل تصدق التوقعات بأبعاد جديدة أكثر إيجابية للعلاقات بين مصر وروسيا أم أن هناك
بعض العقبات التي ربما تهون من سقف هذه التطلعات؟ يعني أتصور شخصيا أنه من السابق لأوانه الحديث عن توقعات أو تنبؤات بمسار العلاقات الروسية المصرية في المستقبل المرئي لعدة أسباب. السبب الأول أن احنا حاليا مصر في مرحلة انتقالية في الداخل، مرحلة بناء ديمقراطي، مرحلة إعادة تنشيط الاقتصاد، مرحلة بنحارب فيها إرهاب من نوع جديد، مرحلة بنحاول فيها إرساء دعائم نظام ديمقراطي حقيقي ودولة سيادة القانون. احنا قدامنا حضرتك استحقاق تنفيذ خريطة المستقبل، حاليا بيتم مناقشة الدستور، هيبقى في استفتاء على الدستور. نفترض جدلا ان الشعب المصري هيوافق على المشروع اللي هيعرض عليه، بعد هذا في الانتخابات البرلمانية، في علامة استفهام كبرى، الأغلبية البرلمانية القادمة هتشكل من وبعدين بقى في أهم حاجة في الاستحقاقات، انتخاب رئيس الجمهورية. فأما مصر تجتاز كل هذه المراحل الهامة، هنبتدي بقى السياسة الخارجية المصرية تبتدي تأخذ شكل ممكن التعامل معاه بالتحليل المتعمق والهادئ. وأنا أعتقد أن بعد ما ننتهي من كل هذه المراحل يجب علينا إعادة تقييم السياسة الخارجية المصرية برمتها، لأنه إن شاء الله بعد ما ننتهي من هذه المراحل هنكون أمام مشهد جديد كلية في مصر، هنكون أمام مصر جديدة. المشهد الجديد اللي حضرتك أشرت له سعادة السفير، هل ممكن يمتد إلى الشراكات والتحالفات الاستراتيجية التقليدية اللي كان عليها الأمس، أم يمكن أيضا أن يشهد تحولات، وده في إشارة إلى أي تحالف ممكن يكون بمصر من جانب والولايات المتحدة من جانب آخر، أو أن يكون في مساحة أوسع تجنيها روسيا من خلال المعطيات اللي استجدت في المشهد المصري خاصة في السنة الأخيرة؟ يعني أنا أشكر حضرتك لطرح هذا السؤال. يعني أنا بفترض أن نتائج المراحل الثلاثة اللي تحدثنا عنها هتفرز حكومة ثورية وهتفرز نظام ثوري اللي هو بنسميه مأسسة الثورة. يعني أن احنا النهاردة احنا ما زلنا على مدى العامين الماضيين نتحدث عن ثورات، لكن لم نصل بعد إلى مرحلة الحسم. الثورات بتنجح أما بيتم مأسستها، يعني ينبثق من الحركة الثورية دي مؤسسات بتعكس التطلعات الثورية للجماهير، بتجسد حركة الجماهير. احنا ما زلنا حضرتك ما وصلناش إلى هذه المرحلة. أما نوصل لهذه المرحلة، هذه الحكومة الثورية، هذا النظام الثوري لابد له أن يعيد النظر ويعيد تقييم السياسات الخارجية، السياسة الخارجية المصرية. في تقييم حضرتك، هل روسيا على الأقل في هذه المرحلة قادرة على فهم وترجمة الحراك الثوري الحادث في مصر وكثير من التحولات اللي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة منذ ثورة 25 يناير ومرورا بثورة 30 يونيو وحتى الآن، وربما متوقع المزيد من المعطيات في الشأن المصري في الفترة القريبة القادمة؟ حضرتك القوة الكبرى وهي بتشاهد المشهد المصري على مدى العامين الماضيين هي انتهجت موقف دعنا نترقب ماذا ستسفر عنه الأمور في القاهرة، وده بينسحب على واشنطن، بينسحب على عواصم الكبرى في أوروبا، وبينسحب على موسكو، وبينسحب على بكين. الفرق بين إذا كان في اختلافات بين مواقف هذه الكبرى هو أن في الموقف الروسي والموقف الصيني لا يتدخل في الشأن المصري، الموقف الأمريكي والمواقف الأوروبية بتتدخل بشكل سافر في الشأن المصري. على سبيل المثال، عندما قررت الحكومة المصرية مد العمل بقانون بحالة مد العمل بطوارئ، صرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن هو
ان الولايات المتحدة الامريكية تأمل في رفع حالة الطوارئ. للأسف الشديد ما فيش حد في الحكومة المصرية رد على هذا التصريح. ده بس مثل كيف ان روسيا والصين من جانب لا يتدخلان في الشأن المصري، هما يراقبان ويعربان عن تأييدهم لتطلعات الشعب المصري ووقوفهم إلى جانب مصر في مرحلة التحول الديمقراطي، بينما نرى أن واشنطن تمنح لنفسها الحق في إدارة شؤون البلاد بالنيابة عن الشعب المصري وعن الحكومة المصرية، ولا أحد في الحكومة المصرية يرد عليها. فطبعا هذا الوضع لا يمكن أولا قبوله، وثانيا لا يمكن قبول استمراره بعد أما ننتهي من تنفيذ خريطة المستقبل. فعشان كده بقول لحضرتك ده الفرق بقى بين روسيا والصين وبين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي. في تزامن سعد سفير حسين هريدي صعب أن احنا نمرره مرور الكرام، وهو أن المحادثات التي جرت بين وزير الخارجية المصري ونظير الروسي في إطار زيارة وزير الخارجية نبيل فهمي إلى موسكو يتزامن معها أو كان قبلها محادثات جرت بين وزير الخارجية الروسي ونظيره الفرنسي لوران فابيوس. يعني كيف تقرأ يعني؟ أعتقد فندم أن زيارة فابيوس جت بعد زيارة وزير الخارجية. بالضبط. يعني جت بعديه بيوم أو يومين. يعني هو برضه هي شبه تزامن. يعني تزامن. حضرتك شايف في مغزى لهذا التزامن؟ لا، هو حضرتك لا، الزيارتين لا، زيارتين مختلفتين تماما. زيارة فابيوس بتاتي في اطار جت بعد الاجتماع الثلاثي اللي جمع وزراء خارجية الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا في باريس اعتقد يوم الاثنين الماضي، وعقب هذا الاجتماع الثلاثي توجه فابيوس الى روسيا في اطار الاتفاق الإطاري الأمريكي الروسي اللي أعلن عنه يوم السبت الماضي في جنيف حول نزع سلاح الكيماوي السوري. سيادتك مش شايف ان في مواطن تشابه على الاقل فيما يتعلق بالتباين في وجهات النظر ازاء امتلاك نظام بشار الأسد الأسلحة الكيميائية؟ يعني روسيا متعاطفة مع نظام الأسد، وفي المقابل هناك يعني شبه قواسم مشتركة بين الموقفين الفرنسي والمصري ازاء نفس القضية. أعتقد الخلاف الرئيسي بينهم حضرتك أن مصر أعلنت أن هي ضد التدخل الأجنبي في سوريا. صحيح. وضد تعرض سوريا لأي عدوان أمريكي أو غربي بأي حجة من الحجج، بينما أن فرنسا بتقود، يعني فرنسا أحد أسباب الرئيسية لزيارة فابيوس لموسكو اللي حضرتك أشارتي إليها هو إقناع تفكيك الترسانة الكيميائية وإخضاع الأسلحة الكيميائية. لا، أكثر من كده إقناع الحكومة الروسية إن مجلس الأمن يتبنى قرار حول المبادرة الروسية الأمريكية، لكن يستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بمعنى إنه يخول الأمم المتحدة استخدام القوة في حالة عدم التزام الحكومة السورية بتعهداتها في إطار الاتفاقية الإطارية الروسية الأمريكية. الموقف الروسي بيقول المرحلة الحالية لا تتطلب هذا، وإنما ينظر في هذا الموضوع إذا الحكومة السورية ما احترمتش الجدول الزمني لتفكيك سلاحها الكيميائي. يعني علينا أن ننتظر لغاية منتصف عام 2014 اللي هو التاريخ المنصوص عليه في الاتفاقية الإطارية الروسية الأمريكية، اللي عند حلوله تكون سوريا أخضعت كل ترساناتها من الأسلحة الكيماوية للإشراف الدولي وتم تدميرها. هو الحقيقة في سؤال كمان عايز أطرحه حضرتك، يعني يمكن فجروا الكلام عن الموضوع ده، العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين بلدين، يعني هل ممكن يحصل أو يقرأ بمنأى عن اختلاف جذري في توجهات سياسية تجاه ما يجري في ملف معين زي ملف عربي زي سوريا؟ لكن اسمح لي أتلقى هذا المداخلة الهاتفية. معنا السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية. مساء الخير سيد سفير. مساء النور على حضرتك. يعني في كتير بيربط بين أي تعاون أو أي علاقات مزمعة وما وإلى أي مدى يمكن أن تكون يعني ذات أفاق أرحب بين مصر وبين روسيا، وبين المنعطفات الحرجة التي مرت بها العلاقات المصرية الأمريكية. هل حضرتك شايف أن في رابط
بين المجالين في العلاقات المشتركة سواء بين مصر وروسيا من جانب ومصر وأمريكا من جانب آخر؟ يعني والله يعني وزير الخارجية نبيل فهمي ذكر أكثر من مرة احنا ما بنتحركش بالست رد الفعل. يعني احنا كدولة إقليمية لها تأثير مهم في العالم العربي في منطقة الشرق الأوسط، كدولة بتعتمد على الخارج للحصول على وارداتها من الغذاء ومن السلاح، وتعتمد على الخارج لتصدير منتجاتها والحصول على العملة الصعبة الخاصة بالمرور في قناة السويس والخاصة بالسياحة. احنا مرتبطين بالعالم الخارجي، واحنا ليس طرفا ان احنا ننفتح على الجميع، لا لا، احنا يعني تاريخيا مسألة المحاور دي مسألة يعني ثبت بالدليل قطع خطأها، ومن ثم التحرك الآن والانفتاح على القوى الكبرى وخاصة في المجال الاقتصادي. روسيا طبعا دولة كبرى لها تأثير ونفوذ في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم، الصين لها نفوذ وتأثير، الهند، البرازيل، هذه هي القوى الرئيسية الآن في عالم أو نظام عالمي متعدد الأقطاب. فهذا يحتم علينا ان احنا ننفتح على الجميع. المحك الاساسي هو المصلحة الوطنية المصرية، لا يتعين وليس بالضرورة ان يكون هذا الانفتاح على روسيا او الصين او هذه الدول خصما من العلاقات القائمة مثلا مع الولايات المتحدة او الاتحاد الاوروبي. اذا كان الكل، اذا كانت هذه العلاقات تخدم المصلحة الوطنية المصرية ولا تمس السيادة المصرية فأهلا بها، ولماذا لا نعظم ونوسع الخيارات والبدائل أمامنا في على مستوى السياسة الخارجية، طالما إن ده بيخدم الاقتصاد المصري، بيزود السياحة الوافدة، يفتح أسواق قدام المنتجات والشركات والعمالة المصرية. ده الرؤية اللي بتحكم التحرك المصري بعد ثورة 30 يونيو في الانفتاح على العالم. لا يمكن السماح لأي قوة أيا كان حجمها أنها يعني تمس السيادة المصرية أو يسمح لها بأن تستخدم أداة المساعدات كأداة للضغط، ومن ثم احنا لزاما علينا ان احنا ننفتح الجميع، نوسع دائرة الخيارات. طيب سعد سفير، تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف القائلة ان مصر دولة محورية وان استقرار مصر مرتبط بشكل كبير جدا وينعكس على الاستقرار في المنطقة وعلى المصالح الروسية ايضا، كيف تقرأها الخارجية المصرية؟ يعني نقرأ بمنظور أن هناك إدراك روسي صحيح يقرأ الواقع. مصر بطبيعة الحال هي دولة في منطقة الشرق الأوسط، هي أكبر دولة عربية، ما يحدث في مصر يؤثر في محيطها العربي، فهذا أمر يعني مفروغ منه، وحيث من الجانب الروسي فهو أمر يعني بطبيعة الحال يعكس إدراكا وسليما وإلماما بعض وقائع الأمور وفيما يحدث على أرض الواقع إن كان في مصر أو في المحيط العربي أو منطقة الشرق الأوسط. وده اللي مصر الآن يعني بدأت تستعيد في متابعين سعادة السفير بيشوفوا أن تصريحات وزير الخارجية الروسية في هذا الشأن يعني هي تحمل تطلعات ومخاوف في ذات الوقت، خاصة أيضا عندما قال وزير الخارجية وزير خارجيتنا نبيل فهمي أن الربيع العربي بالنسبة لروسيا يشكل تغييرا غير واضح المعالم. هل ما يجري في مصر من تطورات في الفترة الراهنة هو مثير للقلق والمخاوف للجانب الروسي بقدر أكبر مما يثير إلى تطلعات بأن ينعكس ما يجري في مصر إيجابا على المصالح الروسية التي أكد عليها سيرجي لافروف أكثر من مرة في أحاديثه؟ يعني أنا أستطيع طبعا أن أنا أتحدث عن الرؤية المصرية والموقف المصري. فيما يتعلق بالموقف الروسي يعني ما كانش يعني خافيا أن كان في قلق روسي من تداعيات الربيع العربي وصعود الإسلام السياسي، باعتبار أن روسيا يعني عانت في الفترة الأخيرة من العنف من جانب تيارات إسلامية سياسية في بعض مناطق روسيا الاتحادية، فمن ثم هي نظرت بعين بقدر من الشك تجاه ما يحدث في المنطقة العربية منذ بداية بتونس فمصر فليبيا فاليمن وسوريا.
إنما يعني مرة أخرى نحن الذين نقرر مصائرنا. هناك رغبة جادة من جانب مصر في الانفتاح على الجانب الروسي بما يحقق ويعظم المصلحة الوطنية المصرية، واستنادا إلى مبدأ الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة. احنا دلوقتي عايزين استثمارات روسية، وهناك توجه روسي بزيادة ودعم استثماراته في مصر. عايزين السياحة الوافدة تعود مرة أخرى إلى منطقة البحر الأحمر باعتبارها مقصد سياحي رئيسي. أفهم من كلام سيادتك أن نرتقب في القريب العاجل رفع الحظر أو التحذيرات المواجهة للرعاية الروس بعدم السفر إلى مصر، وأن يكون في فعلا قوة دفع للسياحة الروسية الوافدة إلى مصر في القريب. نعمل ذلك، وده اللي أكده يعني وزير الخارجية نبيل فهمي حينما تحدث عن أن منطقة البحر الأحمر منطقة آمنة تماما وبعيدة عن أي توترات سياسية أو أمنية، وتحدث أيضا عن بدء استبداد الأمن في ربوع الجمهورية، وهو ما انعكس في تقليص ساعات حظر التجول، وأن منطقة البحر الأحمر بعيدة تماما حتى عن 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 عن, عن عن من عن حظر التجول. شكرا جزيلا سعادة السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية، وأعود مرة أخرى لضيفي في استوديو في مشهدنا اليوم سعادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير، يعني المتابع لأصداء ثورة 30 يونيو وردود الأفعال الغربية يرى أن الغرب ما بين من كان متفهما لهذه الثورة والبعض الآخر كان متخوفا منها ويرتئيها بشكل من الأشكال انقلاب لا يستند إلى قدر كبير من الشرعية. يعني إذا حاولنا أن نقترب من الموقف الروسي تجاه هذه المسألة، إلى أي الفريقين روسيا أقرب؟ لا، روسيا كان ليها حضرتك موقف خاص بها بالنسبة للتطورات في مصر بعد 30 يونيو. هي والصين من المواقف بعد مواقف طبعا المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت، هي مواقف كانت متفاهمة تماما لما حدث، والعاصمتين أعلنت أن هم مع تطلعات الشعب المصري ويقفوا إلى جانب مصر. فالموقف الموقفين الروسي والصيني يختلفان تماما عن المواقف الأمريكية. ده يرجعنا للسؤال اللي كنت سألته لحضرتك في وقت سابق ولم نجب عليه، الخاص بهل تنفصل العلاقات الاقتصادية أو تفهم بمنأى عن المواقف السياسية لو هنتكلم عن تعاون أو عن محادثات بين دولتين على أصعدة سياسية واقتصادية في أنواع. لا يمكن الفصل حضرتك بين الاعتبارات السياسية والاعتبارات الاقتصادية أو التوجهات الاقتصادية. كلما قويت العلاقات السياسية كلما وفر هذا المناخ المناسب للمزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، خصوصا لما بنتحدث عن دول كبرى كروسيا والصين. وكلما إن العلاقات السياسية بتسير في إطار محدد والقوى الكبرى عارفة إنه القوى الأصغر لن تتجاوز هذا الإطار، فبدون شك العلاقات الاقتصادية والاستثمارية لن تكون على مستوى الطموحات بتاعت الدولة الصغرى. فحضرتك احنا قدامنا يعني بنتكلم على هذا الموضوع، احنا قدامنا عدة سنوات عشان تتبلور وتتضح الصورة. حضرتك على خلفية ثورة 30 يونيو كان في مواقف أمريكية ملوحة بقطع المساعدات، في مواقف أخرى كان في ربما رجوع أو عدم التزام بتعهدات للتعاون العسكري بين الولايات المتحدة ومصر على الجانب الأمريكي بالطبع، تأجيل أو إلغاء المناورات وما إلى ذلك، وأيضا بعض المطالبات الأمريكية بإلغاء قانون الطوارئ. يعني هل يكرس ذلك لبعض التباعد بين الجانبين المصري والأمريكي؟ وفي ذات الوقت هل يفسح ذلك المجال بشكل أكبر لكي تلعب روسيا دورا أكبر تجاه مصر؟
بالنسبة من وجهة نظر أمريكية، سبق أن أعلن الرئيس الأمريكي منذ 3 أسابيع أنه بعد ما حدث من تطورات في مصر في 30 يونيو العلاقات الأمريكية المصرية لن تعود كما كانت قبل 30 يونيو. ده التصريح من الرئيس الأمريكي، وفي تصريحات أخرى صادرة عن بعض القيادات في الكونغرس الأمريكي أنه ربما إذا لم يتم التحول إلى حكم مدني في مصر وفي إطار عملية ديمقراطية منفتحة على جميع التيارات والقوى السياسية في مصر، فربما يتم النظر في وقف المساعدات. وتردد في الأنباء أنه المستشارين اللي بيعملون في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض الأمريكي رفعوا توصية للرئيس الأمريكي بوقف المساعدات. بالنسبة للمساعدات، في بس في نقطة إذا حضرتك سمحتي لي أحب أوضحها. بالنسبة للمساعدات العسكرية، عام 2012-2013 هو تم صرف تم يتبقى من حجم المعونة العسكرية اللي هي 1,300,000,000 دولار بيتبقى في البنك المركزي بتاع نيويورك، الفيدرال ريزيرف بانك بتاع نيويورك، على حساب هذه المساعدات مبلغ يقدر ب 580,000,000 دولار. مصر لسه مقدره من الاحتياطي الفدرالي البنك، لا هو محطوطه المبلغ محطوط، مصر ممكن تسحب منه ممكن تصرف منه. وهذا المبلغ محطوط حضرتك في البنك الفدرالي لنيويورك اللي هو 580,000,000 دولار. الكلام في الكلام حول بقى المساعدات واثر المساعدات هو بيدور حوالين هذا المبلغ في المرحله الحاليه، انه لكن الباقي من المساعدات تم صرفه، يعني مصر صرفته. فاحنا بقى بنبص حضرتك للعام المالي القادم اللي هو 2013-2014، وده يتزامن حضرتك مع هل نفذنا خريطة المستقبل ولا لا، لانه اذا انتهينا من تنفيذ خريطة المستقبل مش هيبقى فيه حضرتك مجال للحديث عن قطع المساعدات، لان هنكون انتقلنا الى مرحلة النظام الديمقراطي. انتخبنا، عندنا دستور جديد، عندنا مجلس، عندنا برلمان، وعندنا رئيس جمهورية كله منتخب، يعني البرلمان ورئيس الجمهورية منتخب ديمقراطيا، فهيتوقف الحديث عن هذا. لكن أما نيجي نتحدث عن مصر وأمريكا ومصر وروسيا، يجب أن نضع في الاعتبار أنه كل من موسكو وواشنطن أما بينظروا لمصر بينظروا لمصر في مجمل الأوضاع الإقليمية والتطورات الإقليمية. يعني دي نقطة يجب أن نأخذها في الاعتبار عندما نقوم بتحليل مسار العلاقات من ناحية المصرية الروسية ومن ناحية أخرى المصرية الأمريكية. هكون محددة أكتر، يعني لو في أصوات بترشح روسيا لتكون بديل عن الولايات المتحدة في مجال الإمدادات العسكرية لمصر، وليس بالضرورة أن الأصوات دي تكون في مصر، يعني ممكن تكون أصوات عربية أو أصوات غربية خارجية. وكان في بعض الكلام أن يعني في إطار، يعني بالإضافة للموقف المشرف اللي اتخذته المملكة العربية السعودية تجاه الثورة ونصرة مصر في هذا المجال، كان في كلام أن هناك يعني شبه مطلب يعني لروسيا بأن هي تلعب هذا الدور، وأنه لم يأتي رد قاطع من الجانب الروسي بصرف النظر عما يثار، يعني لأنه في النهاية ليس أحاديث مؤكدة، لكن هل يبدو في المتناول على الأقل في هذه المرحلة أن يكون في دور أوسع للجانب الروسي يلعب على الأقل في هذا المجال؟ يعني بصي حاج، ده موضوع في غاية الحساسية، لأنه أساسا بيتعلق بالقوات المسلحة المصرية باحتياجاتها ورؤيتها للتسليح الجيش المصري خلال العشرين. عفوا لمقاطعة حضرتك، ولكن يجب أن نتحول الآن على الهواء مباشرة لمتابعة هذا المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء.